نكمل معاكم باقي الأحداث اللي حصلت امبارح، من بينها الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي. وشهد اللقاء تأكيد الأهمية اللي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة. امبارح كمان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لاستعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030. أخبار كتير حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وده بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالإضافة للسفير صالح بن عيد الحسيني سفير السعودية بالقاهرة. شهد اللقاء تأكيد الأهمية اللي بيكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة اللي بتفرزها ظروف المنطقة، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وهو ما يمثل تحدي كبير يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر اللي أضحت تتخذ أنماط جديدة ومتغيرة، بما يفرض مواصلة التطوير والتدريب المشترك لمواكبة تلك المتغيرات وتعزيز جهود حفظ الأمن والاستقرار. امبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي أن الاجتماع شهد استعراض محاور استراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030 اللي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الاستثمارية والتجارية في مصر، وحيث تتضمن الاستراتيجية هدف رئيسي يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الاستثمار والتصدير من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الاستثمارية الكبرى في العالم للاستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري اعتماداً على استقرار السياسات النقدية والمالية وتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة اللي بتهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوفير البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن فتح أسواق جديدة للتصدير بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع مع إيمانويل نيرون كينيدي نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة والوفد المرافق له لاستعراض التطورات الخاصة بملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص. وأكد مدبولي علاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك، مشيراً إلى أن المحفظة الاستثمارية لمشروعات مؤسسة التمويل الدولية في مصر تخطت 2 مليار دولار في القطاعات المختلفة. كما أوضح رئيس الوزراء أن أبرز القطاعات اللي بيشملها التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي هي التعليم والصحة والطاقة والبنية التحتية والصناعة، وهي مجالات استراتيجية بتمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية في رؤية 2030 وأيضاً في برنامج الحكومة للسنوات الثلاثة المقبلة. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الشخصية المصرية في ظل استراتيجية الجمهورية الجديدة وفي إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة للمساهمة في إعداد الكوادر الوطنية المسلحة بالعلم والمعرفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم فعاليات البرنامج الوطني استراتيجية تنمية القيادة الوطنية، واللي عقد على مدار 4 أيام خلال شهر سبتمبر الجاري.